مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن الإهمال الذي يضرب قطاع الآثار في العراق في ظل نهب مستمر له، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المهندس حيدر الحمداني المتخصص بالعمارة والآثار. أهلا بكم أستاذ حيدر. بداية، هناك تصاعد في معدلات بيع الآثار العراقية المنهوبة، في تقارير دولية تؤكد أن المعدلات في ازدياد. هل تعتقد أن هذه السرقات للآثار العراقية مجرد سرقات عادية يقوم بها اللصوص، أم تقف خلفها قوى السلطة ومافيات الفساد؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ، وشكرا على هذه الفرصة، إعادة الفرصة للتعبير عن رأينا في الموضوع. حياكم الله. الحقيقة يعني هي العملية ممنهجة، وهذا الأمر تم مخطط إلى من فترة طويلة، هو طمس الحضارة وطمس التراث العراقي. نعم. المعروف تراث وادي الرافدين، هذا الامر متوقع ويعني يعني غير مفاجئ للناس الاختصاصيين في هذا الموضوع. الحقيقه هذا التوجه هو هدفه مو فقط طمس الهويه العراقيه، هو تعطيل كل ما من شأنه من تقدم حضاري في العراق، فبالتالي نجد محاوله من هنا ومحاوله من هناك، واخرها المحاولات اللي شفناها من قبل حتى منظمه اليونسكو نفسها. نعم. منظمه المتابعه للامم المتحده، المفروض تكون الامم المتحده هي الحامي لتراث الشعوب وحضاره الشعوب. نجدها في العراق اتخذت منهج اخر، وهذا بالنسبه لنا نعتبره هو تنفيذ لدوائر خطط الدوائر اللي هي تحاول قمص هذا التراث العراقي. نعم. اتخذت من اليونسكو احد ادواتها لتنفيذ هذا الكلام، مثل ما صار في محاوله يعني اعاده اعمار الجامع النوري. نعم. هذا الجامع اللي يعبر عن هويه الموصل. الموصل واحدة من اهم المحافظات العراقيه اللي تحمل تراث كبير في العراق. نعم. شفنا هاي المحاوله ووقفنا ضدها كلنا كمعماريين وكناس اختصاصيين في هالموضوع. استاذ حيدر، يعني هناك تقارير ايضا رصدت عدم الالتزام بالمعايير الفنيه اثناء عمليات الترميم او اثناء عمليات البحث عن اثار او غيرها، يعني هل هذا الموضوع يدخل في اطار ما تفضلت به محاربه الحضاره العراقيه ومحاوله تشويهها او طمسها، أم أنه فشل فني؟ لا أكيد هذا الموضوع، وإلا يعني على الأقل إذا كان ما في اختصاصيين بالعراق مو غير موجودين، فهم موجودين العراقيين نفسهم خارج العراق ممكن الاستعانة بهم، لكن نحن متأكدين أنه هذا الموضوع هو مثل ما ذكرت أنه موضوع ممنهج، فطمس الهوية الحضارية العراقية هو الهدف. طيب. وضع ناس غير مختصين في هذا الموضوع طبعا راح يؤدي بالغرض هذا الى 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 تحقيق الهدف. نعم.